الشيخ وجاءوا إلى هنا ليعلنوا للعالم أن شعب البحرين مستمر في ثورته ضد هؤلاء الطغاة، وأنه مصمم على إسقاط نظامهم بعد عقود من الاستبداد والظلم والاعتقال والتعذيب والقتل. وهذا الاعتصام بدأ منذ انتفاضة التسعينات، مضى عليه أكثر من 15 عاما، وهؤلاء الشباب، هؤلاء الثوار، هؤلاء المظلومون يهتفون بسقوط هذا النظام. يا صوت حمد، يا صوت حمد، يا صوت حمد. And the one who is leading the Olympic team is the torturer ناصر بن حمد. What do you want? Justice. What do you want? Justice. فعاليات في العاصمة البريطانية لندن مستمرة ضد نظام آل خليفة وتجمعاته واحتفالاته، لنكشف للعالم كله مدى الجرائم وفداحتها التي يرتكبونها ضد أبناء شعبنا في البحرين، وأننا سوف نبقى صامدون حتى يسقط آخر صنم من هؤلاء الجلادين والجلاوزة. Freedom, democracy, Al Samaan shouldn't be inside Dorchester. Yeah. She shouldn't be allowed to enter Dorchester Hotel. Yeah. She's a criminal. ولكنهم ينسون أن هناك الكثير من البحرينيين الآن معتقلين في السجون، الكثير من البحرينيين قد قتلوا، الكثير من البحرينيين فصلوا من أعمالهم ظلما، ولا زالت البحرين الآن تحت الحصار، معظم القرى الآن تحت الحصار. هنا نرى اليوم العشرات من الأشخاص أتوا رغم البرد اعتصام لهذا الاعتصام ولهذه الوقفة الاحتجاجية. هنا تتجدد الذكرى 18 لعيد الشهداء، حيث نتضامن قلبا وقالبا مع شعبنا في الداخل الذي يستعد بعد أيام ليقف وقفته ويجدد عهده ووفاءه مع الشهداء في مختلف المناطق والقرى، مطالبا بالقصاص من القتلة ومؤكدا على السير على خطى الشهداء إن شاء الله، حتى إسقاط النظام الخليفي ودحر جيش الاحتلال السعودي وإعادة السيادة كاملة إلى البحرين بأيدي البحرانيين وبعيدا عن أي وصاية الأجنبية.